أهلا بكم إلى أسبوع الصحافة، والبداية بالعناوين. العربي الجديد اللندنية: متظاهرو العراق يقضون عيدهم الأول بالساحات ويؤكدون بالقول عيدنا محاسبة القتلة. اللواء اللبنانية: انهيار هدنة واشنطن طهران في بغداد والكاظمي محرج. وتتساءل عكاظ السعودية في تقرير لها: ماذا تفعل إيران على الحدود العراقية السورية؟ من المقالات: محنة العراق والأودية المهلكة لجاسم الشمري في الراية القطرية. ويكتب عبد العاطي محمد في عمان العمانية ضمن زاوية قضايا وآراء: وحدة المصير طوق النجاة الأخير للنظام العربي. التفاصيل بعد لحظات. قالت صحيفة العربي الجديد اللندنية إن متظاهري العراق يقضون عيدهم الأول بالساحات ويؤكدون بالقول عيدنا محاسبة القتلة. وفيما احتفل العراقيون بعيد الفطر، قرر الكثير من المحتجين قضاء أيام العيد في ساحات الاحتجاج حتى تحقيق جميع مطالبهم. كما توجه أقارب قتلى التظاهرات إلى المقابر لزيارة الضحايا. ويقترب الحراك الاحتجاجي في العراق من دخول شهره التاسع، ويرى الناشطون أن عيدهم الحقيقي هو في الخلاص من أحزاب السلطة الفاسدة. عنونت صحيفة المدى العراقية: بعثة الأمم المتحدة في العراق تكشف عن عدد المتظاهرين المختطفين والجهات المنفذة. ويوضح التقرير الأممي أنه منذ اندلاع التظاهرات في تشرين الأول أكتوبر 2019 توفي 490 ناشطا وأصيب 7783 ناشطا، وغالبية المتظاهرين هم من الشباب العاطلين عن العمل والمطالبين باحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. ويخلص التقرير إلى أن استمرار غياب المساءلة حول هذه الأفعال لا يزال يسهم في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب بشأن الانتهاكات والتجاوزات الحكومية بحقهم. قالت صحيفة العرب اللندنية إن بغداد تأمل دعما خليجيا لفك أزمتها المالية، مناشدة بالدعم المالي الفوري للعراق حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بوعودها لموظفيها. ويقف العراق ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك على شفير كارثة مالية بين انخفاض أسعار النفط ووباء كوفيد-19. أكدت صحيفة اللواء اللبنانية انهيار هدنة واشنطن طهران في بغداد والكاظمي محرج، حيث شاع اعتقاد منذ أسبوعين حول أيام الهدنة المفترضة بين واشنطن وطهران على الأراضي العراقية بعد اتفاقهما الضمني على القبول بالكاظمي رئيسا للوزراء، لكن ثمة مؤشرات تدحض الهدنة حتى مع الكاظمي، إذ عادت أذرع إيران الميليشياوية تتحدى السلطة. ويعتقد إياد عنبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكوفة أن المواجهة ستعود مع الجماعات المسلحة في الأيام المقبلة كمحاولة لإضعاف الحكومة. ونطالع في القدس العربي اللندنية: حديث عن نهاية النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ومخاوف أوروبية من التوتر الأمريكي الصيني. ويحذر الدبلوماسي الأوروبي جوزيف بوريل نائب المفوضية الأوروبية من أزمة وجودية تواجه القارة بسبب وباء كوفيد-19، ويقول إن ذلك قد يكون عاملا مساعدا في انهيار النظام الدولي بقيادة الولايات المتحدة، معتبرا أن القرن 21 هو قرن آسيوي والوباء كان نقطة التحول. تساءلت صحيفة عكاظ السعودية في تقرير لها: ماذا تفعل إيران على الحدود العراقية السورية؟ يقول التقرير: شهد الشهران الماضيان حراكا إيرانيا متصاعدا داخل العراق، وأنشأت طهران 3 معسكرات جديدة لميليشيات عراقية تنتشر على طول الشريط الحدودي. ويضيف التقرير: يأتي هذا الانتشار ضمن مشروع إيران القادم بالسيطرة على الحدود بين العراق وسوريا، والتي تمكنها مستقبلا من استخدامها ورقة ضغط تفاوضية جديدة في صراعها مع الولايات المتحدة، مستغلة الظروف في ظل فورة انشغال العراق بأزماته السياسية والصحية والمالية.
وهذه انتقالة المشاهدين إلى الكاريكاتير. في زاوية مقالات الصحف يكتب جاسم الشمري في الراية القطرية: محنة العراق والأودية المهلكة. يقول الشمري: الانقسام في العراق اليوم هو انقسام فكري وعقائدي ومجتمعي وأمني وسياسي، متسائلا كيف يمكن أن تنهض البلاد وسط هذه الانشقاقات العميقة، ثم لماذا تترنح الدولة العراقية في أودية الفشل والضياع، وأين الخلل، ومن المسؤول عن هذا التشرذم في غالبية المجالات. ويرى الشمري أن التفاعل الحقيقي ودوام التفكير الجماعي المثمر هو القوة الدافعة نحو التغيير والقادرة على البناء واجتثاث الخراب الفكري والأمني والمادي من جذوره. ويكتب محمد السعيد إدريس مقالا بالخليج الإماراتية تحت عنوان: أمريكا العراق حوار الصعوبات، ويضيف بالقول: المطالب الأمريكية من العراق تؤكد أن طريق الحوار بين واشنطن وبغداد ستكون طريقا وعرة محفوفة بالصعوبات، متسائلا ما فرص قبول الإدارة الأمريكية في هذا الحوار. ويكمل بالقول: تصعيد أمريكي يكشف أن واشنطن ليست في معرض الانسحاب من العراق وربطه بانسحاب إيراني متزامن عبر حل الميليشيات المسلحة الموالية لإيران واستجابة بغداد لشروط العقوبات الأمريكية ضد إيران. أخيرا يكتب عبد العاطي محمد في عمان العمانية: وحدة المصير طوق النجاة الأخير للنظام العربي. يقول الكاتب: في الزمان الراهن لن تعاني وحدة المصير من التناقضات السياسية ولا من التباينات الاقتصادية، لأن الخطر الجديد لا علاقة له بالسياسة، أما الانكشاف في مواجهة ما تخطط له القوى الكبرى فهو قائم، وعليه ليس من مفر إلا بتفعيل وحدة المصير العربي، وحان بحكم الضرورة تفعيل ذلك في زمن المحنة، إنها طوق النجاة الأخير للنظام العربي، يقول الكاتب. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة عبر الهاتف الدكتور لطيف الربيعي السياسي العراقي المستقل. أرجو تفضلكم بالبقاء معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا، أرحب بضيفي عبر الهاتف الدكتور لطيف الربيعي السياسي العراقي المستقل. مرحبا بك دكتور لطيف معنا. أهلا وسهلا بكم لك ولشعبنا العراقي الكريم. أهلا بك. نبدأ من صحيفة العربية الجديد اللندنية، هناك عنوان: متظاهرو العراق يقضون عيدهم الأول بالساحات ويؤكدون بالقول عيدنا محاسبة القتلة. برأيك دكتور، ما الخطوات المقبلة للمتظاهرين في ساحات التظاهر والاحتجاج؟ طبعا كل التحية والتقدير لكل أحبتنا المتظاهرين في ساحة التحرير وفي كل مكان من العراق المحتل. نقول لهم حفظكم الله ورعاكم من كل أذى، وهم يتعرضون يوميا بل بكل ساعة لكل أنواع الاعتداءات
والهجوم من قبل كل الأجهزة التي لا يرضيها ولا يعني يستفزها هذا الأمر الذي يهددها في عمق عملية ما يسمى عملية سياسية، والتي رمزا سيكون رمزا للتغيير المستقبلي إن شاء الله. فصراحة أدوا ما عليهم من حقوق وواجبات، وأدوا عليهم للعراق ما قدموه من دماء ووجود وإعاقة في أجسادهم وفي مستقبلهم وفي كل وعلى هذا الأساس المتظاهرين الآن ما هو يعني ماذا ننتظر من المتظاهرين؟ علينا أن ننتظر من الشعب العراقي أن يساندهم، علينا أن ننتظر من القوى السياسية المحبة للعراق الحقيقي والخالي من كل الاحتلالات أن يساعدهم وينهض بهم ويرفع صوته عاليا، لا أن نبقى حصيري التجمعات على الفيسبوك والتجمعات الجروبات وغير ذلك، وإنما ننطلق صراحة من بيوتنا من دوائرنا من كل مكان سواء خارج أو داخل العراق، سواء بالرسالة أو بالرد أو بكل الأمة هذه. نعم. أيضا دكتور، الناشطون يرون أن عيدهم الحقيقي هو في الخلاص من أحزاب السلطة الفاسدة الموجودة حاليا، برأيك استمرار التظاهرات هل سيحقق لهم ذلك؟ طبعا إن شاء الله سيحقق لهم هذا الغرض، لأنه الشعب إن أراد شيء أكيد سبحان الله سيكون عونا وسندا لهم. وايضا اؤكد على النقطه التي اثرتها قبل قليل، انه الان هو دور القوى السياسيه الرافضه للعمليه السياسيه برمتها، الان هو هذا دورهم سيدي الكريم. الان دور الشخصيات والقوى السياسيه والتجمعات وكل الاحزاب كل ما يعني كل ما هو معارض للعمليه السياسيه وادواتها ودستورها وما يسمى برئاساتها، كل هذه على القوى والشخصيات السياسية العراقية موجودة داخل وخارج العراق، عليهم أن يتحدوا ويكونوا صفا واحدا ويعني ويكونوا أداة حقيقية لهؤلاء المتظاهرين. المتظاهرين الآن يعني صراحة أدوا كما وصفها أحد شيوخ الأكارم شيوخ العراق الأجلة أنهم منحة من السماء صراحة، يعني هذه كانت مفاجأة كل القوى الخيرة في العالم وليس في العراق وليس في المحيط العربي. نعم. ننتقل إلى صحيفة المدى العراقية، حيث عنونت: بعثة الأمم المتحدة في العراق تكشف عن عدد المتظاهرين المختطفين والجهات المنفذة، وأن استمرار غياب المساءلة حول هذه الأفعال لا يزال يسهم في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، وذلك بشأن الانتهاكات والتجاوزات الحكومية بحق المتظاهرين. لماذا برأيك لا يكون للمنظمة الأممية دور أكثر تأثير تجاه ما يحصل في العراق للمتظاهرين؟ للأسف كنا نقول ودائما نقول ونبقى نقول دور الأمم المتحدة تجاه العراق ضعيف جدا، وقد لا يعني لا نقول أنه متواطئ أحيانا، خاصة من ممثله في بغداد ومندوبته الدائمة التي تحاول دائما مراعاة ما يدور على الساحة السياسية في العراق وتقدم بعض التقارير، إلا أن هناك تقارير أيضا من بعثات خاصة للأمم المتحدة تدحض ما تقوله هذه الممثلة الأممية. بالتالي نتمنى على يعني أن الهيئة الدولية أو الأممية أن تأخذ على عاتقها مسؤولياتها القانونية والدستورية والإنسانية وكل القوانين الدولية التي تتيح لها التدخل في مجالات كثيرة، ومنها أنه في الانتخابات الأخيرة تبين أنها انتخابات باطلة حقيقة، لأنها أقل من 15% من تقدموا للانتخابات، وهذا يسقط العملية السياسية ويسقط النظام السياسي، إلا أن هناك جهود دولية قيمية مستفيدة من العملية السياسية تدخلت ويعني أنحت جانبا هذه النتيجة. كان المفروض للأمم المتحدة أن يكون لها فرصة كبيرة ودور كبير في تلك الفترة أن تقول لا لهذه العملية السياسية، وأن تقدم التقرير الحقيقي للأمم المتحدة ليقول وتقدم إلى مجلس الأمن يقول كلمته. نعم. خلال قوة سياسية عراقية قادرة ومؤثرة أن تكون هناك، لكن كل هذا لن يحدث لأن هناك شبه تواطؤ أممي مع ما يحدث في العراق، والكل يحاول أن يبقي على هذه العملية السياسية حتى يقول أنه كان فعلا كان رأيه سديد في احتلال العراق
وكان رأيه سديد في مساندة من احتل العراق واجتاح المنطقة بالكامل. طيب، صحيفة العرب اللندنية قالت إن بغداد تأمل دعما خليجيا لفك أزمتها المالية، مناشدة بالدعم المالي الفوري للعراق حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بوعودها لموظفيها. لماذا برأيك يلجأ العراق للدعم الخليجي وهو يعد ثاني أكبر دول أوبك إنتاجا للنفط؟ للأسف يعني من المضحك المبكي المؤذي والحاد إلى النفس، يعني إلى النفس والعقل، أن يكون العراق بهذه الحالة، وأن يكون ورقة صفراء تتقاطعها كل القوى الإقليمية والدولية. للأسف العراق هو من كبار مصدري البترول في العالم، من كبار وأحد الأعضاء المهمين والفاعلين والمؤثرين في الأوبك والأواتك، المنظمة الإقليمية العربية والمنظمة الدولية. والآن هو أيضا يكاد أن يكون لا نقول صفر، وإنما يعني لا تأثير له ولا وجود، فقط هو يتبع سياسات خارجية يلتزم بها. هذا هو ديدن الحكومة العراقية ووضعي السياسة الاقتصادية والسياسية في العراق. بالتالي دول الخليج غير صراحة غير معنية بأن تقدم ما ينقض العراق، وهذا هناك كثيرون أنه يعتبون على هذه الدول العربية خاصة الخليجية لأنه هو المحيط الحقيقي للعراق، وهذه والعراق هو العمق الحقيقي للخليج، وكانت الدرع والمصد والحامي لكل هذه الدول وكل شعوبها وحتى مستقبلها. والآن هي من حقها أن هناك وردت أخبار أن هناك شروط وضعت أو بها بشكل، نحن نطالب دول الخليج أن تقول رأيها بشكل حقيقي وفعال في هذه الحكومة وما أدت إلى خراب ليس في العراق فقط وإنما في المنطقة العربية والإقليمية. دكتور، ننتقل إلى مقالات الصحف. هناك مقال في الراية القطرية كتبه جاسم الشمري بعنوان محنة العراق والأودية المهلكة. يرى الكاتب أن التفاعل الحقيقي ودوام التفكير الجماعي المثمر هو القوة الدافعة نحو التغيير والقادرة على البناء واجتثاث الخراب الفكري والأمني والمادي من جذوره في العراق. كيف يتحقق التغيير الحقيقي لإنقاذ العراق من الضياع والفشل؟ سؤال يعني صراحة سؤال يتناسب بالمرحلة الراهنة. الآن في هناك في العراق وفي المنطقة حراك كبير جدا، والأوضاع العالمية والعربية والإقليمية على مرجل التغيير، خاصة بعد الانتهاء من أزمة كوفيد 19. بالتالي على القوى المحبة الحقيقية للخير والسلام في المنطقة أن تدعم كل القوى السياسية العراقية والشخصيات القادرة على النهوض والمبادرة باتخاذ مبادرة حقيقية عراقية أصيلة تطرح كورقة عمل على كل المجموعات العربية والدولية من أجل التغيير. غير هذا لن يحدث شيء. ضرورة أن تكون هناك مجموعة عراقية حقيقية قادرة أن تحاور المحافل الدولية عربيا وأقليميا بشكل موضوعي وبشكل محمي لكل المصالح الأقليمية والدولية، وتقول نحن هنا وليس هناك من فراغ سياسي إذا ما طرأ أي تغيير دولي على العملية السياسية في العراق. تقول هذه المجموعة العراقية الحقيقية القادرة على المبادرة والمبادئة لتكون هي الحاضرة وهي التي ستلغي كلمة الفراغ السياسي في العراق. هناك رجال سياسة وهناك رجال فكر وثقافة ودستور وكل وقادرين على تشكيل أي ترتيب سياسي حقيقي قادر على إزاحة هذه العملية السياسية برمتها، وعلينا أن نجابه بشكل حقيقي ما يتعرض له العراق من محن يعني الآن من 2003 وحتى الآن. يعني حتى المنظمات الدولية التي كانت تحاول تدعم هذه العملية أصبحت يعني برأيها هذه مجموعة مفلسة سياسيا وأخلاقيا ودينيا ووجوديا وكل الأمور هذه. بالتالي الكل يعني شطفت العفو فرغت أيديها من هذه العملية السياسية وتحاول، وأنا دائما في لقاءات معينة وحتى أجنبية، هم لن يجدوا لحد الآن الصوت العراقي الواحد الذي يحاور كل الدنيا أن هناك صوت عراقي واحد
قادر على استيعاب المرحلة وقادر على قيادة المرحلة وقادر على أن يكون هو الحقيقي والصوت الحقيقي للعراق والعراقيين ولمستقبل العراق. نعم. هناك مقال آخر في الخليج الإماراتية كتبه محمد السعيد إدريس وكان بعنوان أمريكا العراق حوار الصعوبات. الكاتب يضيف بالقول المطالب الأمريكية من العراق تؤكد أن طريق الحوار بين واشنطن وبغداد ستكون طريقا وعرة محفوفة بالصعوبات. ما هي الصعوبات التي ستواجه الحوار المرتقب بين واشنطن وبغداد؟ الآن نحن في مرحلة تغيير حقيقي شامل. هناك إرباك سياسي تعانيه الآن السياسة الخارجية الأمريكية. إرباك سياسي كبير. كيف تحاول كيف تحارب إيران وكيف بنفس الوقت تحافظ على العملية السياسية التي هي أرادتها أن تكون في العراق. تحاول يعني مثلا مثل ما ندعي أن هناك تحاول إيجاد طريقة لحفظ ماء الوجه. لكن هذا لن يتيح لها فيه. عليها أن تقرر هل هي إذا أرادت أن تحاور العراق كناهي السياسي الآن الموجود الحاضر فهي قابعة في كل هذه العملية السياسية ولا تريد ولا ترغب بأي تغيير سياسي ولا أي حوار. وكل هذا الذي نراه أن هناك حوار سياسي بين العراق ممثلة بالبرلمان ومطالباته بإخراج كلها أعتقد هذه شبه مسرحيات زائلة وحقيقية وغير حقيقية وبالعكس لن نراها بأي منظار تحليلي وتقديري. إنما هناك ترتيب لنكون بصراحة هناك ترتيبات لترتيب الأوراق إعادة ترتيب الأوراق ما بين طهران وواشنطن والعراق. العراق ليس هو كفاعل وكمؤثر وإنما من خلال هاتين يعني هذه العاصمتين أصحاب القرار الآن في الحالة العراقية هو ينفذ ما تراه ويحاول دائما سواء أمريكا أو العراق يحاولون أن يمسك العصا بحيث لا ضرر ولا ضرار في العلاقات الأمريكية الإيرانية الحقيقية. ننتقل دكتور إلى صحيفة اللواء اللبنانية. انهيار هدنة واشنطن طهران في بغداد والكاظمي محرج. لماذا انهارت الهدنة بين واشنطن وطهران في بغداد وما الذي أحرج الكاظمي برأيك؟ صراحة لا أعتقد هناك انهيار لأي تحالف. لا أعتقد هناك أي يعني مسألة استباقية لما قد يعمل عليه الكاظمي. الكاظمي هو عنصر أمريكي إيراني بحث. الكاظمي يعني مولود غير شرعي لعلاقات غير نظيفة أمريكية إيرانية وما تحمله العملية السياسية من كل هذه اللتوءات. بالتالي هو يحاول بهذا الإمكان أن يحمل العصا من الوسط محاولا إرضاء هذا وذاك، ولكن هو يعرف أين تتجه بوصلته وخاصة خلال اللقاءات الأخيرة والتحركات الأخيرة على الساحة العراقية وتكريمه لإناث معينين اتهموا بقتل العراقيين. ولا أعتقد هناك هدنة وإنما هناك تفاهمات إيرانية أمريكية. هناك تفاهمات وليس هناك هدنة لأن ليس هناك من حرب. الحرب قائمة قد تكون مباشرة صحيحة ولكنها جزء من التكتيك في التعاون الاستراتيجي الأمريكي الإيراني. طيب دكتور، لكن هناك مؤشرات بعودة أذرع إيران الميليشياوية لتحدي السلطة في العراق ومحاولة إضعاف الحكومة، ما الهدف من وراء ذلك برأيك؟ هي لا تريد هذه الأذرع وإنما طهران التي تريد. هي تحاول تعمل لعبة شد الحبل. هناك ارتخاء وهناك شد. هي تحاول أن تقول نحن هنا موجودين وقادرين على التغيير وقادرين على التأثير. هي تقول للمنطقة، هي تقول لكل القوى التي تحاول أن تكون فاعلة في التغيير، أن تكون مساندة في التغيير، في تغيير ما يحصل في العراق، تغيير وتصحيح المسار السياسي في العراق. هي لن بالعكس، هي تعطي رسائل معينة إنه لمن يحاول أن يتقرب من الوجود الميليشياوي والذي هو الهوية الحقيقية للفارسية الإيرانية وللحكم الفارسي في العراق. هي تقول نحن موجودين وليس هناك من أي ترتيب آخر سوى نحن. إذن انتهى وقت البرنامج. أشكرك دكتور لطيف الشكر الجزيل على هذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
مشاهدينا، كان معنا الدكتور لطيف الربيعي السياسي العراقي المستقل. حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.